كابتن خالد، في ظل هذه الأزمات دي كلمة مهمة جدا، لأنه السنتين ثلاثة اللي فاتوا تحديدا العالم كله، مش النادي الأهلي طبعا، العالم كله بيمر بأزمة كبيرة جدا، أزمة اقتصادية كبيرة جدا، والعالم كله يعلم أن في الأندية الرياضية أن كرة القدم هي المورد الرئيسي والأكبر والأهم في مدخولات النادي، أي نادي من الكبار في العالم. 100%. وبالتالي المدخولات أو المدخولات الاقتصادية بالنسبة للألعاب الأخرى هي قليلة. مظبوط، انت الموازنة صعبة. يعني عارف، اصلا انا العار اللي انا عارفه ان كل الطلبات تم تحقيقها دي حقيقة، من مجلس الادارة، مظبوط، وهو عارف ان مفيش، انا اسف ان انا بقول كده، لكن مفيش جنيه داخل. صح، فمجلس المعادلة الادارة صعبة، بينظر لشيء واحد فقط، هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. المعادلة صعبة، صعبة جدا، المعادلة صعبة، المعادلة صعبة، بس في مانجمنت الامور. اوكي، ازاي تدور الفلوس؟ ما الفلوس دي النهارده ده الاساس. ازاي صحيح. ازاي النهارده هتدي هنا وتستنى وتدي هنا؟ وازاي هل النادي الاهلي ما فيش معهوش فلوس؟ اكيد علينا فلوس طبعا، بس ازاي بنمانج الامور الحقيقه والصراحه مع كل الاطراف المعنيه اللي في الفلوس؟ بنتكلم معاهم بصراحه شديده، كويس؟ ممكن نتاخر، ممكن نتاخر، لكن كل الناس عندها المصداقيه 100% النادي الاهلي هيدفع فلوسه. هي دي المصداقيه بتاعت النادي الاهلي، هي دي الحقيقه، وده الفرق، ده الفرق الكبير مع اي مؤسسه، ان هو عارف ان احنا النادي الاهلي هيدفع في نفس الوقت المطلوب دفعه، هيدفع الفلوس بتاعته. في الكومباينيشن دي كانت مهمه جدا جدا جدا، يمانج الامور ازاي في تدوير الفلوس كان شيء مهم جدا جدا، اتدورت. بس لازم نقول حاجه جديده، مش لما قعدت واتكلمنا في استراتيجي النادي الاهلي، كان دايما احنا النادي الاهلي لعبته في الالعاب الثانيه كانت بتطلع بره مصر مثلا، مش هنقول مجاملات لكن بتطلع بدون مقابل، يعني احنا لعيبه محترفين، مفيش الكلام ده. الكلام ده انا كنت رفضته، وقعدت حتى اتكلمت فيه مع رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، قلت له يا كابتن لازم اللعيبه دي لما تطلع اعارات تطلع بفلوس. بدانا نعمل مدخلات، نعمل مدخلات. النهارده على ارض الواقع في مدخلات للنشاط الرياضي في النادي الاهلي، بس مش ده المدخل الاساسي او ده التارجت بتاعنا. التارجت ده على اربع خمس سنين نبتدي نعمل مدخلات اساسيه للنادي الاهلي للنشاط الرياضي. النشاط الرياضي اوكي، طبيعي النادي الاهلي ما يقدرش يستحمل. ده اللي انا يعني احنا بنتكلم في 14 لعبه بالظبط، 14 لعبه، وبنتكلم في 15000 لعيب، وبنتكلم في 1000 واحد في الجهاز في الاجهزه، ومكافئات وموظفين وحاجات كتيره جدا. بص ال 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 المنظومه كبيره، فلازم لو بص بتكلم بصراحه شديده والناس ما تزعلش مني، لو احنا ما قدرناش في النشاط الرياضي نقدر نعوض في فلوس هيبقى عندنا دروب. لغايه وقتنا هذا قادرين، بس الاستراتيجي جايه اللي احنا نعمل مدخلات كبيره جدا جدا للنشاط الرياضي. عندنا بلان تانيه مختلفه، خلاص اشتغلنا على البطولات وخدت الطريق بتاعه البطولات الحمد لله يا رب، لكن البلان الجايه ازاي نقدر نعوض الميزانيه الكبيره للنشاط الرياضي داخل النادي الاهلي، نعوض منها شويه عشان بس